السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نكلموا على أربع ملامح من المباراة الجزائر وغينيا الاستوائية. يعني إن شاء الله بربي لكم، وين تنتظر الجماهير مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم يعني بشغف كبير في افتتاح تصفية كأس أمم إفريقيا 2025 على الملعب الميلود هدفي بمدينة وهران، يعني حيث يتطلع المنتخب الخوض لتسجيل أول فوز رسمي على أراضي الجزائرية تحت إشراف المدير الفني فلاديمير. يعني وين أي ربكم كان يقول لك خسروا مقبل على بالك انطلاقة غير كيف كيف كما تاع المدرب اللي فات، انطلاقة غير كيف كيف، انطلاقة غير كيف كيف، هذه غير كيف كيف. اليوم نربحوا نقلعوا، فين غادي نقلعوا؟ هذه هي اليوم غادي نقلعوا، اليوم رانا مقلعين. اللي باغي يتوب ويركب في قطار التوبة مرحبا، واللي بيقعد بينتقد وغايضه المدرب السابق وغايضاته المحن وغايضاته خاطش علاه هذو كي كانوا هذا كيما ذاك مسيلمة الكذاب. وكاين بزاف كاين بزاف ناس اللي يخدموا على روحهم باغيينها تقعد فساد وتقعد كيما هكا ويخرجوا يتباكاو كيما كانوا يتباكاو، ها راهم حاكريننا في لافريك، ها لاربيت، ها منا. مكاش اللي يهدر على لاربيت تاع اوغندا اللي بدلها لاخر، مكاش وليد صالي مكاش اللي يهدرها، هدرتوها مكاش اللي يهدرها. لاربيت هذا صابوه مليح ما بدلوش، خلاوه ما بدلوش، بس هذه ما تهدروهاش، هذه هدرتوها ولا ما هدرتوها؟ هذه ما هدرتوهاش، هذه قلتوا لنا بلي لاربيت شريناه، تما بيطولنا نخلوه هنايا، الساهله هنا في بلادنا نربحوا نشروا لاربيت وهنايا نديروا الكولاسه، لا نروحوا لحاجه اللي ما على بالناش العواقب تاعها كي دايره. واو لا يعني باطار يا يعني باطار لي بوايو لي كونار انتوما دي لاش يزيد. وأوقعت القرعة كأس أمم إفريقيا المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب المنتخب توغو وغينيا الاستوائية وليبيريا، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى النسخة المقبلة من كأس إفريقيا المقررة يعني في المغرب في فترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026. وتحمل مباراة الجزائر وغينيا الكثير من الخصوصيات للجماهير الجزائرية وزملاء هذاك محرز وحتى المدرب فلاديمير، وين شاهدنا وين هي أربع يعني وهذه تقارير أربع ملامح من هذه المواجهة المرتقبة. تمثل مباراة الجزائر وغينيا اليوم فرصة ذهبية للزملاء بن سبعيني من أجل الثأر لخسارتهم أمام ذات المنتخب خلال كأس أمم إفريقيا والتي جرت بداية عام 2022 بالكاميرون بنتيجة هدف لصفر، ولم تكن تلك الخسارة عادة للمنتخب الخوض بل كانت بمثابة صدمة وبداية انحدار المستوى زملاء محرز وتولي الإخفاقات. صح بصح ما خدمناش ومن بعد طردقت، يعني 35 ربح 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 35 ربح ربح، يعني راه سموه ذاك اللي كان قاضب لي زاربي تاع شمال افريقيا تاعنا جزائري هو راجل كبير. كانوا يجيبوا لنا تاع موريتانيا تاع تونس تاع موريتانيا تاع نيجيري فماك جيب عاون كيما الضربه تاع 7 ديسمبر نهار اللي لعبنا امام نيجيريا خاسين 1-0 عند مكه عندهم بيناتي بونت فالا تاعهم ما حسبش بيناتي احنا تاعنا ما كانش حق ما لونترينر دار هاك من محرز بغيتي ليها دار هاك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ونجحت غينيا الاستوائية انذاك في وقت يعني سلسلة لا هزيمة يعني وانا نعتبرها بانها النتائج الديكتاتورية ب 35 مباراة على التوالي كما اسهمت في خروج الخوض من مرحلة المجموعات لتلك البطولة والتي تلاها إخفاق في التأهل لمونديال قطر، وتكرر ذلك النتيجة خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكوت ديفوار وبالخروج من الدور الأول.
ويقتسم الكثير من الجزائريين قناعة بأن المباراة المنتخب غينيا الاستوائية كانت بمثابة صدمة التي لا يمكن نسيانها، وهو ما يفسر الرغبة القوية للجماعة الجزائرية في الصعد من هذا المنتخب خلال مواجهة الخميس يعني اليوم مقبل، يعني أداء ونتيجة بالأداء والنتيجة. علاه نقول لكم وكاين ناس عم يقارعوا تخسر أمام غينيا الاستوائية باش يبروا المدرب السابق. وستعرف مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية عودة المحرز بعد أن كان قد غاب عن أول معسكرين لمدير فني فلاديمير يعني والثاني شهر جويليا الماضي، ما خلف جدال واسع آنذاك بالجزائر واتهامات متبادلة بطريقة غير مباشرة بين اللاعب والمدرب. يا ودي ما كاش هما داروا هذه الاتهامات وداروا هذه الصوالح ما كاش. واحتاج المدرب السويسري الى عقد جلسه صلح مع المدرب مع هذا المحرز من جده السعوديه من اجل فتح صفحه جديده، ويعول السويسري على النجم اهلي جده كثيرا خلال مباراه يعني غينيا الاستوائيه في وقت تنتظر فيه الجماهير الجزائريه رده فعله على الانتقادات القاسيه التي طالته بعد كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار، والتاكيد بانه لا يزال قادر على الاداء وابداع مع محاربي الصحراء. وين يراهن المدرب على عمل الخبرة في مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية بدليل القائمة التي اختارها للمشاركة في معسكر الحالي والتي يتقدمها محرز ورامي بن سبعيني وعيسى ماندي وبغداد بنجاح وسعيد بن رحمة فضلا عن عودة الحارس المخضرم أوكسدا من الاعتزال. وما يؤكد يعني المدرب السويسري إلى عمل الخبرة هو توجيه الدعوة إلى اللاعب يوسف عطار رغم خموله دون فريق وتفدي اعتماد على أسماء الواعدة التي برزت في المرات السابقة ومنها فارس شايبي وبدر الدين بوعناني ومحمد بشير بلومي. وستعرف المباراة الجزائرية وغينيا الاستوائية غياب بعض الأسماء الوازنة في المنتخب الجزائري منها هشام بوداوي الذي تم تسريحه من معسكر بعد تأكد من إصابته في الركبة، إذ أصر المدرب على حضوره للمعسكر حتى يعينه الجهاز الطبي المنتخب رغم بيان نادي نيس بخصوص الإصابة. وبالإضافة إلى بوداوي تحول شكوك حول مشاركة الثنائي رايان أيت نوري محمد أمين عمورة حيث يعاني الأول من إصابة في يعني الساق وفي الوقت لم تتأكد فيه لحد الآن جاهزية مهاجم يعني الألماني وهو مصاب منذ بداية شهر أوت الماضي رغم مشاركته في تدريبات المنتخب الجزائري. احنا إن شاء الله بربي كما يقول لك يكون مليح وإلا ينجم يلعب يلعب، ما ينجمش يلعب ما يلعبش. هذه يعني كاين 11 لاعب اللي يدخلوا يقدموا مستويات وبإذن الله إن شاء الله بربي هذا مكان. خاطر علاه تبقى تروح تولي منتخب وطني وين يحتاج الوقوف معه. وهذه هي هذه يا خويا شوبي اوليز كشف مسيلمة كذاب باللي غير كذب وصايب علاش قال اوليز صايب اوليز راه مع فرنسا ما يسهل عليه هنا الخدمة ما يسهل عليه تولي يلعب مباراة تولي ما يلعبش يدير رو بلاص وبعد يجي يلعب معاه ومن بعد ما يسهل عليه هنا مباراة اوليز ما جاش صايب اوليز انتوما راكم تهضروا عليه وراكم منا ومنا ومنا صايب اوليز 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 اي غادي مين نربحو نبغي نشوف مسيلمة الكذاب كيفاش ينقلب يديك معاك بوم قلت لكم بوم وإلا خسرنا غادي مسكين يخرج عينيه يضحكوا عينيه ود الحرام يا ود الحرام ليش يا ود الحرام ليش أنا مشي ليش يا ود الحرام أربع قنوات تلفزيونية لمتابعة اللقاء الجزائر وغينيا الاستوائية أخويا. هاي آه قلعوا مليح تقليعاتكم الشابة كاع
هذه هي اخويا. لازم نخلعوكم، لازم نخلعوكم شويه، يعني نخلعوكم شويه. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم. صحيح.